السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب هذا الكلام. اسمع من الناس ان سعود جالس يوزع فلوس وخيرات على الناس وانت ساكت. انا عندي خبر وشايفنه. نعم نعم، ايش قلت؟ كيف ومتى ومن هين؟ ليش ساكت تكلم؟ يقول تاجر غريب عاطلنا يوزع حال الناس، يقول اوين جاي يسوي مشاريع في الحارة. انت تعرف ان راشد المسمار ما راح يوافق، وخاصة انه غريب. اشتغلنا طول عمرنا وايش استفدنا؟ هذا الرجال يقوله تاجر كبير وكريم، ليش الواحد ما يشوف نفسه ويشوف مصالحه؟ وبعدين انت متأكد ان هذا تاجر كبير ومعه خير؟
ما تشوفه جالس وزع هالناس ما يعرفهم إلا إذا كان عنده خير كثير؟ خلينا نتعاون معاه يا حمد، خلينا نتعاون معاه. يقول سبب غنى أبوه في بلاده الفاغور اللي مبايعهم إياه. يعني انت مقتنع من هذا الكلام؟ ها؟ مقتنع من هذا الكلام ان نتعاون مع هذا التاجر ونستفيد منه؟ ما دام انه معه خير لازم اشوفه من الاول، وهذا الكلام راح اخبره عن قرينا راشد. اللي اسالك، هو يتكلم عربي؟ اظن ما سالت سعود عنه. أنا التاجر. أنت التاجر الهندي؟ هي نعم، أنا التاجر شنهاز، وهذا صديقي يد يمين مالنا. هذا يوه، هذا نفر ما في كلام. مسكين، من أيام بسيطة انضرب في راسه وأثر على كلامه. ظلم وبهتان، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما في فهم. هذه سالفة عودة، الحين انتوا دخلوا داخل واستريحوا ونتعرف على بعض اكثر، والسوالف نكملهن بعدين. مرحبا بك تاجر شنهاز، انت وصاحبك. باه، انت نفر واجد زين، بس انا ما اريد من شانته تعبان، انا ادور سكن. ليش تقول هذا الكلام يا ولدي؟ ليش تقول هذا الكلام؟ حتى عمك حبيب يزعل، وبعدين اهل الحارة منتظر قدومكم يا جماعة. تفضلوا 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 فضل. خير حمد، ايش عندك في هذا الوقت؟ راشد صاحي ولا نايم؟ علامك مستعجل. قولي لي قبل، راشد صاحي ولا نايم؟ نايم، تباني صحي. لا لا لا، سمعيني زين، في تاجر هندي كبير جاي الحارة يبيع ويشتري، ويقول بعد انه جالس يفرق على الناس وعنده خيرات كثيرة. وكيف تسمحوا للغرب يدخلوا الحارة يبيع ويشتروا فيها؟ هذا الكلام ما وقتها الحين. سمعيني، هذا التاجر بنستفيد منه، انشغل فلوسنا وبنكون اغنى لها ناقرة. ولو اني ما فاهمة، لكن ايش المطلوب؟ تعالي، المطلوب انك تقنعي زوجك انه يخلي هذا الرجال التاجر يشتغل في الحارة. يعني تقنعيه، تخليه يوافق يا عذراء. وبعدين لا تنسي ان وجود مثل هذا التاجر في الحارة يخلينا نستفيد، وخاصة في الوقت الحاضر. انت متأكد ان احنا بنستفيد من هذا الرجال؟ طبعا يفيدنا، هذا الرجال غريب عنا وما يعرف طبعنا، ومثل هذيلة الفلوس تربى في إيدهم بسرعة. أنا ما شفته، بس وصلني الكلام والكلام صادق. أنت بس أعطيني الثقة. زين، أنت الحين روح وأنا بتصرف. بس مثل ما وصيتك لا تنسي. يلا مع السلامة.
رحت شفت حميد ورباطي والحسن. الظاهر ان عبد الرحيم عرف كيف استغلهم وشغلهم في المخازن. صدقني يا نوخذه، طيبتك وعفوك عنهم خلاهم يحاولوا يردوا لك شيء من الجميل. الحين هم راح يعرفوا الفرق بين المال اللي يؤخذ بالحلال واللي يؤخذ بالسرقة والنهب. الله سبحانه وتعالى يمهل الإنسان أكثر من مرة والشيطان يوسوس له حتى يوقف شر أعماله. نعم، وخير الخطائين التوابين. وإذا كانت توبة حميد صادقة فما مانع أنه يساعدك، لأن الشغل عليك وايد يا ولد حسن. أكيد يا نوخذة، راح نستغل تواجده وأنا علي سهل الطريق. بس ها، نبه الحارة أنهم ما يحسسوه بماضيهم ويعاملوهم بالطيبة والإحسان. طول عمرك تقدر المواقف يا النخل. الله يساعدنا على فعل الخير. احم احم، نحن هنا. ها؟ اللي ما خذ عقلش في إيش تفكري؟ خبريني، أنا أختش وصاحبتش. لا ما في شيء، بس حاسة بإحساس غريب في قلبي. خير إن شاء الله، إحساس مفرح. لا لا تخافي يا نجوى، ما أدري، حاسة بشغل إخواني وإنهم قريبين مني. يا رقية فكر في مستقبلش وخلي عنش الأوهام. هذي ما أوهام، ما أوهام يا نجوى، هذا أملي ومستقبلي إن إخواني يرجعوا، أحس فيهم بعدهم حيين. كيف كل هذا يصير في الحارة وأنا آخر من يعلم؟ قل لي. طال عمرك أنا فكرت إن نخليه يسكن في الحارة ونستفيد من أمواله، خصوصا مثل ما تعرف إن بعض الناس رفضوا يبيعوا أراضيهم، فعن طريق تعاملنا مع هذا التاجر نقدر نسيطر على الوضع ونشتري اللي نريده. ولا تنسى إن تربطنا معاه مصلحة الفاغور والتبسيل. إي بس المفروض ما أنا أخذ واحد يعرف. طال عمرك الموضوع استوى بسرعة، وأنا كنت أتأكد من الموضوع وأتابعه بنفسي، وبعدين أنا كنت ناوي إني أخذ. طيب طيب طيب، بس لو حسيت إن هذا التاجر ما منه فايدة بنعمل له مكيدة، نوقفه عند حده ونطرده من الحارة، فهم؟ إن شاء الله طال عمرك. بس أنت من هين تعرف هذا التاجر؟ ومن وين جاي؟ وكم عمره؟ وإيش يملك؟ وإيش مصلحته في حارتنا؟ طال عمرك الواضح من كلام سعود إن هذا التاجر عنده خير كثير وجالس يوزع حال اللي يعرفه ولا ما يعرفه من الناس في الحارة. وأظن إن تجارته كبيرة، ويقولوا إن سبب غنى أبوه في بلاده الفاغور اللي ورده حاله. تتذكر هذا المكان يا محمد؟ هي نعم اتذكر، اتذكر لما جبنا لكم كبش صغير. سبحان الله، المزارع مثل ما هي ما تغيرت. احس اني بعدني صغير، ودي اركب وسابق وانقط الخلال. لا تنسى يا ابو عبد الله انك تاجر كبير، كبير في نظر اهل الحاره. كيف لما تركض وتلقط خلال؟ وبعدين لباسنا الغريب يخليهم يهتموا فينا. انا ما جاني نوم طوال الليل، متلهف اشوف الحاره، اشوف الحاره وسكيكه وكل شيء فيها. والله حاس فيك، أسامع عنك كنت تبكي بالليل، أيام الطفولة صعب حد ينساها. مسكين عمي حبيب ما يقدر يتكلم، رغم أنه هو سبب مشكلة ولد حسن، بعدنا نتذكرها زين، بس باين عليه مسكين. الظاهر أن عمك وربعه ما منهم أمان، والواحد لازم يتعامل معهم بحذر. البداية محيرة يا محمد، أحياناً أحس إن النهاية الحقيقية. الله يعينك وأنا أخوك، الله يعينك. معقولة يا حبيب؟ معقولة يكون لحد الحين نايمين؟ إيه. عقب وين راحوا؟ وين راح التاجر جنهاز وربيعه؟ أيكون حد أذاهم لما عرف إنهم تجار؟ ما راضي. كم الناس اللي ضربوك مثلاً؟ قوم يا حبيب، قوم، ما عنده وقت. خلا نروح ندور عليهم. خلا يلا. عمي سعود يا انت، ما حصلناك لحنانك، الدكان ضاين تريق. عبود حسون، ما شفت اثنين رجال غرب عن الحارة يمشون من هنا؟ انا وحسون اثنين. ما صح صح ما
ماشي فايدة منكم، ماشي فايدة منكم. أقول حبيب خلينا نروح ندور عليهم وحدنا، وانتوا سير الدكان وتريقوا اتحصلوا ريوق هناك. يلا حبيب يلا 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 ضيوف خلع عضون نتريق. مأذن الفجر أشوف إيش متلبسة. ناوي تخرجي مكان؟ أحس إني باية أروح أمشي، أروح أي مكان. الله يخلي شي نقوى، خبري عمي أو عمتي يخلونا نروح نمشي في المال ونشوف الناس في المزارع. ولا يهمش، بعد شوية أروح أشوف أبوي واستأذن منه. وين ناوية تروحي؟ أي مكان، وشغل البيت أخلصه بعدين. وأنا بساعدش، ولا يهمش. هذا يسمى لعب؟ ما في إنسان يتقدر يدخل هذه الحارة إلا لما يأخذ الإذن مني أنا. التجار الكبار يوم يدخلوا حارة أكيد بيساهموا في تطويرها بفلوسهم، وبعدين هذا غريب ما منه مضرة. أنا الحمد لله خير وفير، ما محتاج هالحد. وبعدين تنسيتي إن أهل الحارة بيرفعوا رؤوسهم إذا شافوا حد يساندهم؟ أخوش حمد هذا جن على آخر زمانه. بالعكس يا ابو سيف، بالعكس، انضم هذا الغريب لصفنا. واخوي حمد فهمني انه يشغل ثروه هذا الغريب لصالح تجارتك. وين جاي للفاغور؟ اخوي حمد قلبه على تجارتي انا؟ ليش عندك شك؟ اخوي من يوم صغره يراعي تجارتك واموالك. لا لا ما في شك، ما في شك، لكن في الاول لازم اروح واتفاهم مع هذا التاجر. هذا اي لهجه يتكلم؟ ما شاء الله عليك، كل شيء ذكرى يا ابو عبد الله. ما نسيت شيء ابد، تصدق كاني اشوف الحدث قدامي. شوقي لقيه كبير، يا ترى هي عايشه ولا مايته وكيف احوالها؟ خلي هذه المهمه علي انا، انت لا تفتح هذه المواضيع قدام حد علشان ما ينشك فيك. انا ما يهمني حد، المهم اني القى اختي وارجع حقي بالكامل. بالعقل بالعقل والصبر يا سعيد، انت الفهيم. هذا المكان اللي فيه تركي هي نعم نفس الطريق. هذا مكان مشؤوم، لازم نبتعد عنه. أنا لازم أروح، لازم أروح عشان أتذكرك يا عبد الله قبل لا يدبرك عمي في المرجع. سعيد يا سعيد. قصة سعيد هذه مؤثرة ومؤلمة في نفس الوقت. أتمنى ربي يوفقه واسترجع حقه منه. تعرف يا ولد حسين، إذا كان عدوك من أهلك مشكلة وتبقى بين نارين ويمكن تموت من الهم. أنا أحس أن هذا الولد يحمل نفس صفات أبوه، كرم وشجاعة ونخوة ورجولة. الظاهر أنك تعرف أبو زين. كان صاحبي وعزيز علي كثير، أتذكر مواقفه لين أموت. كنا أكثر من أخوة، حتى راشد عم سعيد كان يلعب معنا، بس من صغره طالع عكس منصور بالمرة. إذن يا ولد حسن المفروض أنك توقف معه وتساعده، يمكن يكون محتاج لك. أنا زرت بلادكم مرة واحدة أيام المسمار اليد الله يرحمه، كان ريال طيب. منصور كان الله يرحمه طالع مثله في المعاملة. عموما أنا اتفقت مع سعيد أن أكون قريب منه وقت الحاجة، وحددت بالمكان اللي أشوفه فيه. أما بخصوص وجودي في الحارة فأشوف الوقت غير مناسب بالمرة. تعال يا سلمى، ود حسن يعتبر زوجك لأنه امتلك عليك والناس كلها عارفة. تعال تعال. زين يا عم ناخذه، شوف راي سلمك بعد العرس. والله هذا الجمل وهذا الجمال، وانا اول مباركي ومستعد اسوي لكم اكبر زفه. لا لا يا ابوي، نحن ما باين زفه كبيره، وبعدين احترام حال سنوة حسن. صحيح كلام سلمى صحيح، انا سني ما يسمح لي ان اسوي زفه كبيره، وبعدين ان هالايام
مشغول بموضوع سعيد. سعيد؟ من سعيد يا سيف؟ هذه قصة كبيرة يا سلمى، خلي زوجك يخبرك عنها. هذا هو المكان الشوب يا محمد. أنا احترق عبد الله قدام عيوني وما قدرت أسوي له شيء. الله يرحمه يا سعيد. اصبر وتشجع. هذا أنت ما نسيته ورجعت. وإن شاء الله حق عبد الله ما يروح هذا. أتخيل الموقف بالتفصيل. والذئاب اللي تخلت على أخوي كانوا قاسين يتفرجوا. هذه نار يا سعيد. ما حد يقدر يغامر. ولزوم لما تحاسب كل واحد فيهم يوضح لك سبب دخالك. يا محمد لو كنت معي ساعد كنت قطعت كل واحد فيهم. ماسك يا سعيد، الناس جايين صوبنا. تاجر شنهاز، تعبنا احنا ندور عليك، وبعدين ما توقعناك بهذا المكان. خير؟ اشوف عيونك حمرات كأنك زعلان. لا لا يا صديقي يا سعود، بس التاجر شنهاز يهب يطلع الصباح وقد تأثر بالمناظر الجميلة الموجودة في هارتكم وكاس الفاقور. باقي الزاشين عبر مكان. أنا ما في معلوم. هذا مو هذا احنا نسميه تركبة، يطبخ فيه المبسلي عشان يسوي الفاغور اللي تشتهر بحارتنا. لمن هذه التركبة؟ ها؟ ما بي هذا رجل؟ لا هو ما في شيء، ما في شيء، بس هو يريد يقول إن هذا المكان حال ناس الله يستر عليهم. كيف يعني؟ لا تشيل هم يا التاجر شنهاز، لا تشيل هم، احنا بس كنا خايفين عليكم. هاي نعم كنا خايفين عليكم. وبعدين الناس ينتظروكم مع البيت عشان يسلموا عليكم. يخاف علينا؟ يخاف علينا من من؟ نخاف عليكم على ضيع المكان وانتو ناس غرب، او حد لا سمح الله يغلط عليكم. لا عليك يا صديقي، احنا نهب كل الناس. لا حول ولا قوة الا بالله، اصابع ايديكم ما واحدة يا ولدي. لمن هذا المكان؟ يقدر يشتري؟ بناتي طلعن من البيت. اي حق تضربنا؟ نحن مستأذنات من ابوي قبل لا نخرج. يلا رجع البيت، لا كسر راسك التكسير. قليلات الحياة. Mm-hmm.
معلم. يا أفيلة فاش عدتينا معلم ومعلم قلنالش المعلم مات. عبود سير نادي للمعلم قول له أصيلة مريض هو أكيد إن شاء الله. قلنا نديبي توكت بقى روح نهمه لما تذكرت أنه هو ميت. الله يفكر الله انزين 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 بروح. انت ما شفتي حظوني الراح يا با تقولي مريض انت يا با حرك 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 يلا يا جماعه همتكم 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 شوي يلا يلا حرك حرك وتحرك ما شاء الله واحد وزعون وزعون الله يساعدكم الله يساعدكم حرك حرك انت ها خلا خلا يلا ما شاء الله يلا ابوي همتكم 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 الله يقويكم خلا هني ايوه ما شاء الله بارك الله انت بعدك ما تتوب تريد تفضحنا عند الناس اللي هم عفوا عنا وسامحونا يا حسين ضربه انت لا تقول زعيم انا الحين حميد حميد التايب باذن الله خير خير ايش صاير هناك ايش في يا حميد هذا الخسيس هذا بعد ما راضي ينسى طبعه يريد يفضحنا قدامكم الناس اللي سويتوه علشاننا خليه وروح شوف شغلك يا حميد يعجبني فيك حرصك وامانتك احسنت وانت تعال معي لا تخليه يشتغل عندنا يا عبد الرحيم اللي ما واثق من نفسه احنا ما نريده معانا سامحني سامحني يا عمي عبد الرحيم ان شاء الله ما اعودها خير ان شاء الله ابو خير تفضل قدام تفضل وانتو شوفوا يلا كل واحد يشوف شغله حرك حلم فظيع يا اخوي حلم فظيع كابوس يا ولدي روحنا تونا اجي بعد شوي روح احكي لي يا ثاني يمكن يخفف عنك الهم هذا نسي الموضوع وبعدين هذا أخوش هو يعرف مصلحتش الله يخليك يا رقية روح غرفتك هذا أخي هنا أخذ قدام الناس بالله يراعي مشاعر حد انتي عارفة طبيعته إن إنسان مستهتر لا الكل تتعذبي حالش لا يوم صغار قلنا ما عليه بس الحين نحن كبار لا طلع صوتش عن سمع شمش أريدها تسمع تعرف تصرفات ولدها طبعاً كان إيش فيك كان صوت كان طالع برا؟ أنا اللي صوتي طالع برا ولدش اليوم ضربني قدام الناس كلهم ويقلحلش عينش ما دام تسمعي كلام دي القرفة خيبي على وجهي بس ما بهذه الطريقة البشعة أنا مستأذنة من أبوي إيش دخل في أمورنا؟ أنتي لا تتكلم عن أخوش بهذه الطريقة هذا أخوش ويعرف مصلحتش زين لا عارف ولا شيء صايع ضايع ما حد يسأل عن الصح والغلط هذا إيش راح يفيد نفسه ويفيد الناس ومن يحاسبه عدرا يا عدرا يا
تتكلمي ولا تقول كذا باللي صار، فاهمة ولا لا؟ تعوري الفتانة وربي لعبة بعقلها لعبة للقيو. وهذا كل اللي استوى طال عمرك، والموضوع الحين عندك. زين وحميد ايش رايه؟ حميد زعل وضربه وواضح عليه الزعل، وهذا دليل ان طبعه تغير. يا ولد انت ايش رايك؟ ايش تنتظر مني اسوي فيك؟ عفوا ناخذ ان شاء الله ما عودها مره ثانيه. هذا الخير اللي تشتغل فيه بيبقى في منفعه وفائده حالكم وحال اولادكم، واذا سرقتوه بينقص وبيأثر على كل شيء. السرقه حرام وفضيحه يا ولد، عيب. إذا كل واحد سرق شوية وذاك سرق شوية وانت شوية الأمور بتسير. شوف أنا ممكن أقول لك عفو الله عما سلف، لكن عشان تكون عبرة لغيرك أنا بوقفك على العمل وبطردك من الحارة، وهذا هو عقابك. رأيك سليم، والله يطول في عمرك يا نوخذة. زين يا عبد الرحيم، طف علي باكر الصبح وعط حسابه وخلي إن شاء الله طال عمرك. تامر علي بشيء ثاني؟ أحسنت أبا، الله يبارك فيك. يلا في مال الله. تمام، تفضل قدام. أنا الكلام اللي عندي قلته كله، والكلمة اللي أقولها لازم تتنفذ سواء في خارج البيت أو داخله. لكن موضوع الأولاد ما جاي يتعدل. بوجود بنت أخوك معنا في البيت لازم تخرج، أتضيع أولادنا بسوالفه. موضوع الأولاد نتكلم فيه بعدين لما نكون وحدنا يا عذراء. أنا أستاذ طارق. سريع. أنت أمرني أمر. قل لي إيش أخبار هذا التاجر الغريب؟ طال عمرك يقولوا إنه كريم وسخي وخير وفير. أريد أقابله في أسرع وقت. خلي طال عمرك، خلي ألين يبدأ يمارس نشاطه واتطمن. أنا متابع كل خطواته. ويقولوا هذا التاجر سنة صغير. تفكر يتزوجي بنتش يا عذرة؟ ليش لا، ما فيها شيء؟ كيف ما فيها شيء عذرة، الله يهديش. هذا لا من ديننا ولا من عدنا. أصبحتي ما تعرفي تفرقي بين الصالح والطالح. لا يرقية، لا يرقية، لا. هذا صوت نجوى.